أكارم الأخلاق، أقول الأولياء لمكارم الأخلاق، السلام عليكم يا رب الرحيم. هذه المناسبة، هذه المناسبة خلال اليوم 27 من شهر مايو 2023، فهي مناسبة ذكرى وفاة المشمول برحمة الله المسمى قيد حياته عثمان زويتن، الذي وفته المنية بتاريخ 27 من شهر مايو 2000. هذا التاريخ ليعلم الجميع، لأن لنا حفلة تبارك الله ولنا أصحاب، فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة لمناقب المرحوم المشمول برحمة الله العزيز والمعتز به عبر الوطن وخارج الوطن، السيد عثمان زويتن، فكان رجلا طيب الأخلاق ولله الحمد، وسهر على أحسن تربية في أبنائه وفي صفات سهره. أتذكر يوم 15 من شهر يونيو 2009 حين ضربت ميثاق غالي وتزوجت بالمصونة السيدة ويتن التي وبحسن تربيتها لأبنائها، فكانت فأتذكر دائما وأبدا يوم الزفاف، يوم الذي قال لي بالحرف رحمه الله، الله يرحمه، امتلك كالاستحاب كندي دائما، يقول لي استحاب، قال لي رحمه الله يوتن حجري وتتن حجري حتى لم تنزل فيها، الله يرحمه ويوسع عليه. من ذاك قلت له عثمان راه بطبعي منك ما تصحبش على بنتك، راهي بسكتك كنت خاطر الوالي ولد لالا فاطمة الوالدي بن حمو وسيدي المهدي بن حمو وهذا، وحدا ولدت راهي ما تشوف سعيدة إلا الخير الحمد لله، وكنت إلى الحد وافي الولد ديالي إلى حد الساعة من 1970 الأبناء لنا زهراء عائشة إلى آخره تبارك الله، لنا مروان تبارك الله، لنا ياسمين، لنا مريم، الجميع باش يعلموا بأن قاتلهم رحمه الله وتوفى في هذا البيت هذا. أيه بعد مرة بن غدار رحمه الله، ونحن له الله يرجع لهم وليلتهم قبلوها أحسن واجب هذاك، والدواء كلينيك الموسى طوجو بيروبي الطبي هذا كلينيك الموسى، واستعملوا الطيب ولا عجيزة ولا سي أنس ولا سي محمد ولا كل واحد بيسمي جملة وتفصيلا كلها تلاوية رحمه الله. من هذا تلتمس منكم قراءة الفاتحة جماعة ترحما على السيد المشمول برحمته اللي اليوم ذكرى 23 في الوفاة ديالو، ترحم عليه وعلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات، لالا العروسية لالا عائشة العروسية بن ماما والجميع جميع الأموات. إذا غادي نسلم مقبل الصوت السي أنس والدعاء والخاتمة خير والتسبيحة الإيطالية.